النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير، نبدأها بالعناوين. وزير التربية يطلق مشروع سد الفجوة التعليمية من معهد الحرية بدمشق. تفقد شعب التعلم المتمازج في حما ودورة مركزية لإعداد مدربين على منهاج الفئة باء بطرطوس. وضع 1620 مدرسة في حلب بالخدمة منذ تحريرها من الإرهاب. من العناوين إلى التفاصيل، مساء الخير. الدكتور دارم طباع وزير التربية يطلق مشروع سد الفجوة التعليمية من معهد الحرية بدمشق، ويؤكد على أهميته لمساهمته في تطوير أداء المعلم والمتعلم. رام زكريا والتفاصيل. بهدف رفع المستويات التعليمية للمتعلمين الذين يعانون من فجوات تعليمية، أطلق وزير التربية الدكتور دارم طباع مشروع سد الفجوة التعليمية من معهد الحرية بدمشق. وزير التربية أكد أن هذا المشروع خطوة رائدة في مجال التعليم، ويمكنه أن يساهم في تطوير أداء المعلم والمتعلم وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والحد من اللجوء إلى الدروس الخصوصية. المشروع بيركز على مستويات التعليم لدى الطلاب. طبعا جرت العادي بالبلد رعاية المتميزين والمبدعين أو التميز والإبداع ومدارس التفوق. هي لفتة من الوزارة من السيد الوزير لرعاية المستويات المتدنية والنهوض بها للوصول إلى عتبة التميز في النهاية، لنصبح بلد منافس للبلدان المجاورة في مجال التعليم. ومشروع كتير مهم بصراحة، نحن هيك بنتابع كل طفل عنده صعوبات بالتعلم، بنبدأ فيه من الابتدائي لوصولا للثانوي، فهي هالفجوة اللي الطفل عم يفتقدها نحن رح نجيبه ونرمم له إياها، مشان هيك كل ما كبر سنة تصغر هي الفجوة التعليمية. كانت الرؤية من خلال اجتماع مجلس إدارة المعهد أن نعوض الفاقد التعليمي للطلاب انطلاقا من توجيهات سيد وزير التربية، فقمنا بوضع خطة متكاملة أثناء الجائحة، قمنا بالدوام بشكل كامل نحن كإداريين، ووضعنا خطة من بهدف أن نمكن الطلاب المنتقلون من الصف الثامن الأساسي إلى التاسع والصف الحادي عشر العلمي والأدبي إلى الصف الثالث ثانوي العلمي والأدبي. هي فكرة رائدة من وزارة التربية انطلقت من معهدنا لتعويض التأخر الدراسي عند بعض الأطفال بحيث لا تزداد الفجوة في المراحل التعليمية المتقدمة. وعلى هامش إطلاق المشروع تفقد وزير التربية واقع معهد الحرية والتقى الأطر الإدارية والتدريسية وحضر جانبا من سير العملية التدريسية في بعض الصفوف، كما استمع من الطلاب إلى مشكلاتهم والصعوبات التي تعترضهم أثناء العملية التدريسية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لجعل المعهد مدرسة نموذجية ومثالا يحتذى للمدارس الخاصة التي ترعاها الوزارة لتكون منارة تعليمية في سوريا. مدير المعلوماتية في وزارة التربية يتفقد شعب التعلم المتمازج في ثانوية المتفوقين الثانية بحما، ويؤكد على ضرورة التقيد بالمنهاج. وليد سلطان والتفاصيل. تفقد مدير المعلوماتية في وزارة التربية الدكتور ياسر نوح شعبة التعليم المتمازج في ثانوية المتفوقين الثانية بحماة، مثنيا على ما شاهده من التزام بالمنهاج وفق الخطة الوزارية المعتمدة. نحن بالنسبة للتعلم المتمازج عملنا ورشات تدريبية للتدريب، وخاصة مدرسة المتفوقين بمدينة حماة هي أول عام دراسي أو أول فصل دراسي بتطبيق التعلم المتمازج. عملنا لهم ورشة تدريبية لكيفية تطوير الدروس وتحميلها على المنصة الخاصة بالتعلم المتمازج. بالإضافة نحن وزارة التربية وزعت تابات للطلاب، عم نحاول طبعا نشوف استخدام التابات وتوظيفها بالعملية التعليمية. من جانبهم الطلاب أبدوا تفاعلهم مع هذا الأسلوب الجديد في التعليم، والذي من خلاله يبقى الطالب على تواصل مباشر وبإمكانه تبادل المعلومات من خلال المجموعات والمدرسين. التعليم المتمازج هي فكرة حلوة كثير، وقدمتنا وزارة التربية تاباتها، أكيد انبسطنا فيهم كثير وفرحنا، وأنه هدول قدمنا وصار فينا ندرس في البيت حتى، يعني
التواصل عن بعد، وهذا بيخلي الواحد الطالب انه يدرس اكثر. عملنا اختبار الكتروني عن المواد عربي انجليزي، وبعد ما عملنا اختبار بقى عملوا لنا تقييم، يعني انا نجحت يعني بالاختبار. دخلنا هون على شبت المتمازج، سلمونا تابات، بقى هلا صار فينا ندرس من البيت او يعني مثل دراسه عن بعد. وتسعى وزاره التربيه لمواكبه التطور العلمي في مختلف مجالاته، وانطلاقا من ذلك احدثت شعبا للتعلم المتمازج. بدايه تفاعل الطلاب كان رائعا مع التعليم المتمازج، وتفاعل الاهل، تواصلنا مع الاهل دائما تواصل ممتاز. عندما مثلا هناك مجموعات واتساب على يعني مشتركين فيها كل الطلاب وبعض المدرسين والمدرسات، عندما نرسل أي موضوع إلى الطلاب لدراسته في المنزل نجد تفاعل من الأهل، مساعدة من الأهل، الطالب أنهى أم لم ينهي، الطلاب متفاعلين تماما مع الموضوع، أحبوا فكرة التعليم المتمازج. يذكر أن وزارة التربية وزعت أجهزة لوحية لطلاب شعبة التعلم المتمازج في حماة، وعددها 80 جهازا، كما فتحت مجال الدخول إلى المنصات التربوية والتعليمية مجانا. وفي طرطوس افتتح مدير المعلوماتية بوزارة التربية دورة مركزية لإعداد مدربين للتدرب على أداة التتبع لتلاميذ الفئة باء. ماهر مرشحة والتفاصيل. بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف، افتتح في محافظة طرطوس دورة مركزية لإعداد مدربين للتدرب على أداة التتبع لتلاميذ الفئة ب، بحضور 20 متدربا من محافظة حمص واللاذقية وطرطوس، وذلك في مركز الباسل للتدريب التربوي على الحاسب. طبعا الورشة هي خاصة بمنهاج الفئة ب، طبعا هو تعلم بديل في الجمهورية العربية السورية للطلاب اللي موجودين خارج أسوار المدرسة. فوزارة التربية والحكومة السورية تسعى إلى إعادة هؤلاء الطلاب إلى التعليم واستقطابهم. طبعا قدمنا نحن كمديرية معلوماتية أداة لجمع البيانات، أداة تعمل على موقع وزارة التربية بالمدارس المربوطة على الإنترنت، بشكل مباشر يتم تعبئة البيانات الخاصة بالطلاب والمدرسين الفئة ب، ومن ثم ترحيلها إلى الموقع الرسمي لمناهج الفئة ب واستخراج التقارير اللازمة للوزارة والمنظمات الدولية. برنامج الورشة محدد وزاريا، وهي ورشة مركزية تستهدف عاملين في مدارس الفئة ب الذين تم إلحاقهم بمدارسنا بعد خروجهم من المدارس. وتقام الدورة بالتنسيق بين مديرية التخطيط والتعاون الدولي ومديرية المعلوماتية والتعليم الأساسي بالوزارة، وبمتابعة من دوائرها الفرعية في مديرية التربية، حيث تستمر لمدة 3 أيام. والتعريف المتدربين بالناحية الفكرية والأساسية لتلاميذ الفئة ب، من حيث أجيال كتير فقدت التعليم خلال مرحلة معينة، فنحن بدنا نعوض الفقد التعليمي خلال هالمرحلة ونرممها فكريا ونفسيا. تهدف هذه الدورة لإعداد مدربين ليكونوا داعمين ومتابعين لهؤلاء التلاميذ، وبما يحقق لهم الوصول إلى المستوى المطلوب وفق تعليمات القيد والقبول في التعليم الرسمي. شهد قطاع التربية والتعليم بحلب قفزات ملحوظة منذ التحرير من رجس الإرهاب، وحتى اليوم تمثلت بزيادة عدد المدارس التي تمت إعادة تأهيلها وافتتاحها من 290 مدرسة في عام 2016 إلى 1620 مدرسة لهذا العام. مدير التربية بحلب إبراهيم ماسو أوضح أن خطة العام الحالي تضمنت إعادة تأهيل وصيانة 40 مدرسة في المدينة و70 مدرسة في الريف، بهدف تخفيف حجم الكثافة الطلابية في المدارس وضمان جودة العملية التعليمية. واستعدادا للعام القادم تم وضع خطة لإعادة تأهيل 110 مدارس وفقا للموازنة الاستثمارية، بهدف شرح التعليمات الامتحانية وتوخي الدقة في إدخال البيانات على الحاسب. أقامت دائرة الامتحانات في السويداء اجتماعا لأمناء سر المدارس. سماهر دنون والتفاصيل.
التقى رئيس دائرة الامتحانات في السويداء باسل مرشد أمناء السر في مدارس المدينة ضمن التحضيرات لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2021 بهدف شرح التعليمات الامتحانية. هذا الاجتماع هو لقاء مع السادة أمناء السر المدارس، يتم فيه شرح التعليمات الامتحانية وآلية التعامل مع هذه التعليمات من أجل تسجيل الطلاب النظاميين في المدارس، طلاب الصف التاسع أو الثانوي العلمي والأدبي والمهني بكافة حرفين. الهدف من البرنامج، خلينا نختصره كما ذكرت بالبرنامج، نحن نؤسس إلى عام امتحاني جديد. حجر الأساس في هذا البناء الجديد للعام الامتحاني الجديد هو المعلومات التي نحصل عليها من أمين السر لنبني عليها هذا البناء. كما شرح رئيس شعبة الامتحانات للتعليم الأساسي حسام الحلبي آلية إدخال البيانات ضمن الحاسب، مؤكدا ضرورة توخي الدقة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الدائرة لأمناء السر في المجمعات التربوية كافة. كتابة كل أعمال الامتحانات أو كل ثبوتها الطلاب بشكل دقيق ومرتب أبجدية مع قوائم جاهزة، العمل على برنامج الامتحانات بشكل دقيق ما يكون فيها أخطاء. يقولون الملاحظات بالنسبة لاستخدام CD تدخيله للبرنامج بشان المعلومات طبعا للطلاب، هذا كتير بيساعد إنه ما يكون في غلط بأسماء الطلاب طبعا، بس يعني ملاحظة إنه لازم يكون كتير دقيق، يعني بده مساعدة، بده البيانات تكون دقيقة مشان ندخلها بشكل مظبوط. يستمر استقبال الطلبات لتسجيل الامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2021 حتى 28 من شهر كانون الثاني 2021 للطلاب النظاميين في مدارسهم، وحتى 25 من شهر شباط من العام ذاته في مركز التنتيج بجانب ثانوية الشهيد هاي المرشد التجارية بالسويداء. للتربوية السورية سماه دانون، السويداء. نشرتنا مستمرة على الفضائية التربوية وفيها بعد الفاصل. جامعة دمشق تستمر بتسجيل الطلاب المستجدين وتغيير القيد في التعليم المفتوح. أهلا بكم من جديد. تحت شعار بالتعاون والعمل نحقق الأمل، عقد فرع طرطوس لطلائع البعث المجلس السنوي لبحث العديد من القضايا التي تساهم في الارتقاء بالعمل الطليعي. ماهر مرشحة والتفاصيل. تحت شعار بالتعاون والعمل نحقق الأمل، عقد فرع طرطوس لطلائع البعث مجلسه السنوي بحضور الرفيق الدكتور محمد حسين أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور عزة عربي كاتبي رئيس منظمة الطلائع، وذلك في المركز الثقافي العربي بطرطوس. في هذا المؤتمر أكدنا كثيرا على موضوع فريق العمل التربوي وهو الأساس. لا يمكن لجهة ما أن تعمل في المجال التربوي، لا وزارة التربية وحدها ولا نقابة المعلمين وحدها ولا اتحاد شبيبة الثورة وحدها ولا منظمة الطلائع وحدها، نحن جميعا نشكل فريق عمل واحد وعملنا تكاملي بالضرورة. هنا في هذا المجلس أكدنا على هذا الأمر ووجهنا رفاقنا طبعا هذا الأمر على مستوى الجمهورية العربية السورية أن يعملوا بروح الفريق وأن يكون هناك تكامل وتنسيق مع كافة الجهات التي تعنى بالشأن الطفلي. هذا المجلس هو محطة هامة جدا لتقييم أداء عملنا الطليعي للوقوف عند الإيجابيات لتعزيزها وعند السلبيات لتجاوزها، وبالتأكيد أخذين بعين الاعتبار نحن أنه بدنا نضاعف جهدنا بدنا نضاعف عملنا لكي نرتقي بعملنا الطليعي بما ينعكس إيجابا على هؤلاء الأطفال الذين هم أملنا وأمل المستقبل على ساحة الوطن وعلى ساحة هذه المحافظة الكريمة. تضمن المجلس عرض التقارير المقدمة من قيادة المنظمة وعرض فيلم قصير عن نشاطات فرع طرطوسة لطلائع البعث. طبعا هناك أيضا مقترحات ومدخلات لرفاقنا المشاركين في المجلس السنوي ستكون محط اهتمامنا جميعا بهدف طبعا متابعة نشاطاتنا بشكل جيد والارتقاء بعملنا نحو الأفضل
ومساعدة أطفالنا على رسم البسمة على وجوههم بشكل عام. وتخللها عدة طروحات تركزت على ضرورة زيادة التعويض الطبيعي للمشرفين في الوحدات الطليعية واستعادة حدائق الطلائع وزيادة المدارس التطبيقية وعن إعادة المعسكرات الطليعية للطليعيين المتفوقين، وتم الإجابة عنها والتأكيد على أهمية التشاركية لبناء جيل بشكل سليم وعلى أسس صحيحة، وتنفيذ أنشطة المنظمة وترسيخ قضايا حب الوطن والدفاع عنه في أذهان أبنائنا الطليعيين. تستمر جامعة دمشق باستقبال طلبات التسجيل للطلاب المستجدين المقبولين بنتيجة مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021، وذلك حتى يوم الخميس في 21 من شهر كانون الثاني القادم لعام 2021. كما لفتت الجامعة إلى أن قبول طلبات تغيير القيد في برامج التعليم المفتوح مستمر حتى يوم الخميس 31 من شهر كانون الأول الجاري، مؤكدة أن تغيير القيد يكون فقط في العام التالي للقيد أول مرة، وعلى الطالب الذي يرغب بتغيير قيده أن يحقق الحد الأدنى للقبول في البرنامج الذي يريد التغيير إليه بموجب مفاضلة العام الدراسي 2020-2021. وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات والأوراق المطلوبة من خلال موقعها الإلكتروني. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزير التربية يطلق مشروع سد الفجوة التعليمية من معهد الحرية بدمشق. تفقد شعب التعلم المتمازج في حما ودورة مركزية لإعداد مدربين على منهاج الفئة باء بطرطوس. وضع 1620 مدرسة في حلب بالخدمة منذ تحريرها من الإرهاب. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.